إن الجمود السياسي الحالي وغياب آفاق حقيقية هو واقع يتباين مع هذا التطلع الوطني ويتناقض معه، بل ويعرضنا بأن نبقى محكوم علينا في غياب وعي جماعي بتحمل وتكبد الآثار الوخيمة لعالم يعيش تحولات عميقة. إن الجمود السياسي المفروض بسلسلة من الأحكام القانونية التي تتعارض مع مبادئ دولة القانون من شأنها تعزيز مناخ انعدام الثقة وتغذية مشاعر الانهزامية، الرضوخ والانسحاب. فكيف لنا في ظل هذه الظروف أن نجابها بفعالية استراتيجية زعزلة الاستقرار داخلية كانت أم أو خارجية، والتي تهدف في معظمها إلى كسر الروابط الوطنية وكسر الرابط بين الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة. فاليوم أكثر من أي وقت مضى فإن الاستقرار والأمن القومي يتطلبان تعزيز الرابط الوطني والإشراك الفعلي والفعال للنخب الوطنية، كل النخب سواء المتواجدة بالداخل أو تلك المقيمة بالخارج. إن للأحزاب السياسية دورا أساسيا لتؤديه في تعزيز استقرار البلاد بتمكينها من التعبئة والتحسيس بخصوص التحديات الاستراتيجية الكبرى عبر عملها على رفع مستوى الوعي الوطني السياسي لمواطنينا. فإن تهميش الأحزاب السياسية أو السعي إلى استبدالها بمجتمع مدني افتراضي يشجع العزوف السياسي لمواطنينا ويجعل مجتمعنا قابلا للتلاعب بكل أشكاله. إن تحييد كافة قنوات التعبير السياسي يهدد بتوسيع الهوة بين الشعب ومسؤوليه، ويقوي من قدرات الإضرار لدى المتطرفين بمختلف توجهاتهم ومواقعهم. وإدراكا منا لحجم المخاطر ووعيا بالضرورة الملحة لتجاوز الصعاب والاختلالات التي تعاني منها البلاد، قرر الأفافاس الشروع في مبادرة سياسية تجاه القوى السياسية التي تحترم الإطار الدستوري للجمهورية وقوانينها.